السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هقدم لكم معلومة بالنسبة للبطاطس. بالنسبة بقى ايه، هنتكلم أول حاجة بالنسبة للفطار. طبعا نشا البطاطس بيقلل مستوى الكوليسترول في الدم. البطاطس باردة غنية بالمعادن اللي بيحتاجها جسمنا. طبعا ده كده بالنسبة للفطار. بالنسبة بقى للغدا وللعشاء، البطاطس يعني بيكون فيها سعرات حرارية أكتر من باقي الخضروات، فيفضل انت يعني ما تاكليش بطاطس كتير بالليل. يعني حتى لو اضطريتي ان انت تاكلي، يعني ما تاكليش منها كتير يعني. بس دي كده المعلومة بتاعت النهاردة. أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتم منها وتكون عجبتكم. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراقي أم ندى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كده تدعمونا كده باللايك والشير عشان الفيديو يوصل لأكثر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.